صوت الصحافة، صوت الخبر اليقين. هي الجمعية الرياضية الوطنية المغربية للكراثي وأساليب مشتركة، تأسست سنة 2014 وكانت دائما جمعية نشيطة كباقي الجمعيات الرياضية عبر تراب المملكة، إلا أنها في سنة 2019 خضعت للنظام الأساسي الموحد لقانون التربية البدنية والرياضة. حسن طليح حاصل على شهادة التأهيل للتدريب وشهادة الحزام الأسود من الدرجة الأولى في كلتا الرياضتين كاراتي شوتوكان وكاراتي كونتاكت، له مستوى دراسي عالي، شهادة الماستر في الدراسات الإسلامية، مدرب محترف. ليبقى الحديث عن الجمعية، حيث تسهر الجمعية الرياضية على التربية الناشئة وتحسيسهم بمخاطر الانحراف والمخدرات وتعليمهم روح الوطنية الصادقة مع الاعتماد على النفس واحترام الكبار وتقديم المساعدة لكل محتاج وخصوصا السلطات المعنية. ريبورتاج وتحرير طاقم قناة صوت الصحافة، ألي يزيد الفحل، خالد أمين، الداخلة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. معكم حسن طلاح، المدير التقني للجمعية الرياضية الوطنية المغربية. هذه الجمعية هذه مخصصة في رياضة الكاراتي وأساليب مشتركة، جمعية معتمدة تحت رقم 211-2019، معتمدة بمعنى مرخص لها من طرف وزارة الشباب والرياضة. الجمعية قائم عليها السيد طلاح عبد الرحيم الابن ديالي وعبد ربيه طلاح حسن، حاصل الحزام الأسود في الدرجة من الدرجة الأولى في رياضة الشوتوكان، والحزام الأسود من الدرجة الأولى رياضة كاراتي كونتاكت ورياضة الكيك بوكسين، حزام أسود الدرجة الأولى كما يشهد على ذلك الشواهد التي هي أمامكم. الجمعية تستقطب عدد لا يستهان به من التلاميذ، منهم الصغار والكبار. التدريب تجرى يوميا على الساعة 7:30 للصغار إلى حدود الساعة 8:30، وذلك تماشيا مع الموسم الدراسي للتلاميذ. أما الكبار فيبدأون الحصة غالبا مع 8:30 إلى 10:00 أو 10:30 على حسب البرنامج المخطط لتلك الحصة. أما فيما يخص الجهة فالجهة والحمد لله معروفة ورفعت الراية المغربية عالية في جميع ربوع المملكة المغربية، كما أننا شاركنا في ديار الموريتانيا في رياضة الكيك بوكسين، وعبد ربي هو الذي كان يحكم تلك المباريات في نواكشوط. كما سلف الذكر الجهة والحمد لله تزخر بعدد كبير من الرياضيين ومن المحترفين ومن الأساتذة الكبار. هذا إن دل على شيء فإنما يدل على دعم السلطات المحلية التي تمدنا بالدعم وتسهر علينا وتراقبنا وتدعمنا من جميع الجهات حتى من الجوانب
كما يقال الجوانب المعنوية. نعم هذا مشكل كورونا هو مشكل قائم بذاته، قد لعب دورا سيئا وسلبيا، وقد تفاقم علينا منذ شهر مارس طبقا للقوانين نعم التي فرضتها السلطات المحلية. تم إغلاق الجمعيات الرياضية، ولكن والحمد لله في شهر 6 بدأت التداريب. كما تلاحظون هناك الاحترازات الوقائية الضرورية التي فرضتها السلطات المحلية بين كل تلميذ وتلميذ 4 أمتار كما هو مبين الآن فوق البساط، والتمارين عادية حتى في أجواء كورونا. ومع ذلك وجدنا دعما من الجهات الرسمية. شكر خاص إلى والي جهة داخل وادي الدهب المدير الجهوي لمركز الاستثمار جهة داخل وادي الدهب، كما نشكر كل من ساهم من قريب أو من بعيد في إنجاح هذا العمل الإعلامي.